انا لقيتش حد بيقول لي رايح فين وجاي منين، فقلت اخش. لا انت القعده شكلها عجبتك، او حصل بينك وبين المكان الفه. الاثنين وحياتك. تعرف ان احنا ينفع نبقى اصحاب؟ هو احنا ينفع نبقى اصحاب بس خطر. ده خطر جدا. اقعد يا يوسف. لما انا كده كده هقعد. ايه عافيه؟ عافيه. حلو. بص يا رامي، انا عارف وانت عارف ان انت تعبان من غيرها. وانا والله ما اكدبش عليك، انا تعبان فعلا من غيرها، بس انا مش قادر ومش عايز، والتعب ده هيروح لحاله. طب واللي خليك ترجع لها ومن غير تعب كمان؟ لا مش هينفع صدقني. امشي وراك كداب. امشي. مع ان والله الدخله اللي انت داخلها دي دخلت مباحث مش دكتور نفساني، بس تمام. طب وايه الفرق بيني وبين المباحث؟ المباحث بيدور ورا الجريمه عشان يعرف مين اللي قاتل، وانا بدور ورا المريض بتاعي عشان اعرف اعالجه. يا عيني عمق برضه رد دكتور بقى. عامة انا جاهز احكي لك كل حاجه حصلت بيني وبين ميرنا، لو عايز تعالى نقعد نتكلم. لا انا مش عايزك تحكي لي اللي حصل بينك وبين ميرنا دلوقتي. انا عايزك تحكي لي على اللي جت بعد هند. وانت متاكد ان انت جاي تحل اللي حصل بيني وبين ميرنا؟ متاكد. مش جاي تعرف حاجات تانية يعني؟ انا استفيد ايه لما اعرف حاجات تانية؟ يعني قلت جايز تكتب مذكراتي مثلا. لا. مين اللي بعد هند يا رامي؟ اسماء. اسماء رفاعي. بعد ما القصه بتاعت انا وهند خلصت بفتره كده، ابتدينا نتعرف انا والفرقه بتاعتي للجمهور، مش بس جمهور الاندر جراوند، الناس كلها بقت عارفانا في الشارع. بدانا نعمل حفلات زياده واشتغلنا على نفسنا. في حفله من دول قابلت اسماء. حفلة كانت بمناسبة افتتاح مشروع عقاري لشركتها، حاجة كده زي ريسبشن. من أول ما طلعت أغني عينيها ما اتشالتش من عليا. طبعاً أنا استغلت الفرصة. خلصت حفلة من هنا، جت اتصورت معايا، وقفت اتكلمت. خدنا أرقام بعض، مكالمة منها على مكالمة مني، رحت قابلتها في مكتبها. مضيت معاها حملة إعلانية لشركتها أنا والباند بتاعي. عقدك يا فنان. بعدها نزلنا اتعشينا سوا، اتعشينا وكلمنا في كل حاجة، وطبعا أنا اللي حسبت، ودي كانت حاجة هي مستغرباها جدا. وكانت بسطاها وكونت انطباعي عندها، ما كنتش بخليها تحط ايديها في شنطتها طول ما هي معايا. ده العادي، افتكرت ان ده هيبسطها. أسماء ما كانتش بتعرف تتكلم في حاجة غير في الفلوس، كل حاجة عندها بتترجم لأرقام، وده اللي خلاني أشدها لملعبي، لأني ما كنتش هقدر أجاريها في ملعبها، ولا كان ينفع أبقى زي اللي قبلي اللي كانت بتصرف عليهم. خرجتها خروجاتي وسمعتها مزيكا، جبت لها ورد، بس للأسف كل اللي شافته معايا ما بسطهاش. كانت مبسوطة بطريقتي، بس ما كانتش مبسوطة بالعيشة دي، عشان ببساطة هي مش متعودة عليها. هي متعودة على الرفاهية وحياة السبع نجوم، فحاولت تجرني هي الملعبة.